السلام عليكم ورحمة الله. سننجز هذا الفيديو للكلام على لابريس انجيكسيون. بون، حتى تخيلوا لو برودوي فينال تاعنا اللي راح يخرج لنا من لابريس انجيكسيون، عندنا لابارتي هذه اللي نسموها لابارتي مونتاج، وراح نوليو فيها تكون من دو بارتي، لابارتي فيكس و لابارتي موبيل اي ليجيكسيون. بعدين راح ندوزو للمرحلة الثانية اللي هي لابريس انجيكسيون، فيها زوج مراحل. المرحلة الأولى هي لاليمونتاسيون، لا ترانسفورماسيون دو ماتيير بلاستيك بالبيطا سوليد على ايطالي كيد، ولا دوزيام سي دو مولاج. بون، عندنا لونتري تاع لا ماتيير تاعنا لي افون دو غرانولي عبر لا تريمي. بعدين حتروح في هذه لا زون اللي يسموها لو فورو، اللي راح يكون داخلها فيس سون فان. نعم، لا فيس سون فان هذه راح تطبع لنا لا ماتيير. لا فيس سون فان نقسموها الى ثلاث اقسام. القسم الاول هي لاليمونتاسيون لونتري دو ماتيير. القسم الثاني هي لوموجيناسيون تحويل المادة، وزون الثالثة هي لا كومبريسيون يعني كثف المادة. عندنا هاي لا ماتيير تدخل يصير لها ان ترونسبورتاسيون افيك لا فيس، بعدين لوموجيناسيون، بعدين رانا نشوفو في المرحلة الأخيرة راهي تتكثف. لما تكثف يعني لا كونتيتي دو ماتيير اللي حابين نجيكتيوها ينغلق لنا المول في الجهة الثانية، بعدين نجيكتيوها امبريسيون بيان ديتيرميني باش ما يبقالناش باش ما يصرناش مشكل في الآلة تاعنا. نغلق الأمور تاعنا، يصرنا الانجيكسيون امبريسيون بيان ديتيرميني كيما قلت، ان فيران هيدروليك لي بار دو طون تنتشر المادة داخل الأمور ها باللون الأحمر. بعدين حتاخذ وقت بوغ لو فرواديسمون يعني التبريد تاعها، تعاود ترجع لابيس تشارجي لا ماتيير، ومن دون تصرنا ليجيكسيون يعاود ينغلق الأمور تنجيكتي لابيس هذيك وشارجات لاماتيير لان حابين ننجيكتيها. كذلك تاخذ وقت الفرواديسمو لان درجة حرارة المادة راح تكون حتى 160-170 على حسب المادة تاع البلاستيك اللي رايحين نستعملوها. بعدين تصنع ليجيكسيون، بعدين حتعاود كما قلت لكم الحرارة تكون حتى 160-170 درجة. لو فرواديسمو في اغلب الحين راح يكون 5 درجات الى 8 درجات، يعني البرودوي تاعنا حقا مش حيخرج بارد بارد، مش حيبقى سخون، ولكن حيتماسك، حيكون البرودوي متماسك يعني مع حرارة الجو يعني نخلو فيه تيدي لافون تاعنا. بعدين نعاود نقول تاعنا ان شاء الله تكونوا استفدتم معنا، ان شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. لكل تساؤلاتكم يرجى التعليق تحت الفيديو، وإن شاء الله ستتلقون الأجوبة في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.